هلو، قررت اني اعمل تعديلات بسيطة على الاستوديو تبعي وحبيت اشارككم هذه التعديلات. طبعا شلت كل حاجة هنا وشقيت الخلفية الزرقاء عشان اركب خلفية سوداء، وهنا واخيرا ركبت الخلفية السوداء، ودحين جاء الوقت اني احط لمسات السحرية. Are you ready? 3, 2, 1, go. طبعا الفلفل راح يكون ديكور وما راح يدخل الفريم ابدا، وزي ما انتم شايفين هنا وزعت المجسمات بطريقة افضل من قبل وغيرت مكان الاسم. شوفوا الشكل كده من بعيد، يب هذا الشكل اللي راح يظهر لكم طبعا بدون الفلفل زي ما قلت. وعملت بارت ثاني للوحات والصور بطريقة مرتبة، واعتمدت على 3 اضاءات مختلفة، الزرقاء والحمراء والصفراء زي ما انتم شايفين. وجبت لكم وهنا المفاجأة بلاك آدم بكبره بشحمه ولحمه، وهنا درع التيك توك اللي طبعا وصلني قبل كام يوم، وهذا صديقي نيمسيس. وبكذا جهزت سيت اب جديد لبرنامجي على اليوتيوب، بإذن الله راح تكون رجعة مختلفة. انتظروني، سلام.